للمزيد تنضم إلي عبر الهاتف الأستاذة سارة محمد النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي للصحة والسلامة المهنية في الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين. أرحب بك أستاذة سارة في نشرة أخبار الثالثة. إذن ما الأهمية التي يمثلها قرار تمديد حظر العمل وقت الظهيرة لمدة 3 أشهر في ترسيخ مبادئ حماية حقوق العمال؟ مساكم الله بالخير. بداية أود أن أتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ونيابة عن رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وأعضاء مجلس الإدارة، والشكر أيضا موصول إلى معالي الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء للاستجابة السريعة لمطلب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في العديد من المحافل لما يختص به من تمديد فترة حظر العمل في وقت الظهيرة للقرار الوزاري رقم 3 لسنة 2013 ليمتد من 2 إلى 3 شهور ابتداء من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من العام المقبل لسنة 2025. فمملكة البحرين دوما سباقة وتعتبر أنموذجا يحتذى به في العمل الإنساني والحقوقي في المنطقة، حيث أفرج هذا القرار صدورنا جميعا الذي جاء من منطلق رأى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بتعزيز حقوق الإنسان وحماية العمال من كافة المخاطر التي قد تصيب العمال خلال هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا ملحوظا ومضطردا في درجات الحرارة على مستوى العالم أجمع. ومن منظورنا في الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لهذا القرار نرى أنه سيعكس بشكل إيجابي على أصحاب العمل من ناحية ارتفاع النسب الإنتاجية وجودة المخرجات، ومن ناحية أخرى على العاملين عموما في القطاعات التي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، حيث سيخفض من نسبة الإصابة بأمراض الصيف بشكل عام، مما سيعزز سمعة مملكة البحرين في شأن حقوق العمال والسلامة المهنية على المستويين الإقليمي والدولي. نعم الأستاذة سارة محمد النعيمي، نائبة الرئيس التنفيذي للصحة والسلامة المهنية في الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، كل الشكر لك.